امال فين الحاجه فاطمه؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن عندي لما اخصح مو، وحاسس بوليعه في صدري كده لما اخصح. باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر. اتفضلوا يا جماعه. سلام يا قمر. انا مش شايف فرصه. لا انا مش شايف. والله انا ما كنتش عطشان، بس لما شفت المايه في ايدك عطشت. لا انا مش شايف. انما حضرتك جيتي ازاي من مصر؟ انا قصدي يعني يا باشا هي ما جاتش معانا ليه؟ لا هي ما جاتش من مصر. امال جت من ايه؟ من اسرائيل. أصلها إسرائيلية اسمها هاني ألدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهودية؟ معلش 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 الله يا باشا، لا مؤاخذة يعني مؤكدة، أفوك الواحد هيضرب يا باشا، يعني هل هي إسرائيلية ولا مصرية؟ أنا هقول لكم، أنا مولودة في لوجانو على حدود إيطاليا. دي طلعت إيطالية، ده على آخر القعدة هنلاقيها من دمنهور. أبويا اسمه جمال الدين أبو سيف، كان رجل أعمال مصري واتجوز من أمي راشيل وخلفوني في لوجانو، وعشت هناك مع أب مسلم وأم يهودية، بس بابا كان متمسك جداً بالأصول العربية والإسلامية رغم الغربة اللي هو عايش فيها، وكان متمسك قوي بقرايتي للقرآن من وأنا طفل، لدرجة كان لما يشوفني وأنا بقرأ مصحف بيكافئني ويجيب لي عروسة تاني. ربنا يفتحها عليك يا هنية ويكرمك ويرزقك بالخلف الصالح ويوعدك بالجنة أنت وأبوكي، اللهم أمين. أمي طبعاً ما عجبهاش الكلام ده وانفصلت عن بابا وراحت عاشت لوحدها في جنيف. ما تحقنيش في نفسك يا أختي. آه ما هو لا مؤاخذة، المرأة إذا ما كانتش تعيش تحت طوع جوزها لا مؤاخذة ما تستاهلش اللقمة اللي بتدفعها. بابا كان على اتصال بالمقاومة في فلسطين، وابتدى بيمدوهم بالفلوس والسلاح عشان يقدروا يثبتوا على موقفهم قدام الاحتلال الإسرائيلي. كان دايماً يقعد معايا ويفهمني الجرائم الوحشية اللي اليهود ارتكبوها، وكان بيحكي لي عن المجازر اللي حصلت في قنا وصبرا وشتيل، وعن آلاف الأطفال اللي ماتوا من غير ذنب على إيدين الصهاينة. وفي يوم كان عمري 10 سنين مش أكتر، كنت بلعب بعروستي زي أي طفلة، وبابا كان قاعد على المكتب بيشتغل، وفجأة دخلوا عليه رجال مسلحين. جريت أنا واستخبيت ورا الستارة، كنت خايفة وببكي، بس كاتمة صوتي عشان محدش يسمعني، وما كانش بإيدي أعمل له ولا أي حاجة. ربنا يحرقهم بجاز، بس لو ادونا فرصة كنا قطعناهم. دم الراجل ده مش هيروح حاضر يا باشا. ايه وادي الوطنية اللي حطت عليك فجأة دي؟ كنت بحاول أعبر. ايه؟ كنت بحاول أعبر. تعبر ايه؟ لا تعبر ولا تنايل، اسكت خالص.